يو السلام عليكم، حنا في الغروب، يلا كمل اذان المغرب. المهم بغيت ندو لكم انا على بيتي كري، غندو لكم لا فيديو من الزنقه ونكملوه في الدار ولا في الاستوديو ولا شوف فين نكملوه. المهم شنو هي لا بيتي كري؟ علاش كتصلاح؟ علاش كنديروا على الحيوانات؟ هادشي كامل غنعرفوه في هاد لا فيديو. المهم اول حاجه لا بيتي كري شجره العائله ديال الحيوان، ماشي بالضروره ديال الكلاب، كاينه ديال الكلاب، ديال الخيول، ديال الحيوانات اخرى. المهم اللي متاكد منها كاينه في المغربيه ديال الخيول وديال الكلاب. بالنسبه للكلاب، شنو الشركه اللي كتعطيك ولا شنو هي البلاصه اللي كتعطيك بيتي كري؟ هي لا سونترال كانين. وبالنسبه للكلاب هي لا سوغيك، هما اللي مكلفين بالخيل. لا سوغيك اسمحوا لي، هما اللي مكلفين بال بيتي كري في المغرب. اول حاجه البيتي كري كيكون فيها الاب والام والجدود ديال الكلب، والكلب باش نتاكدوا انه هو مول البيتي كري كنديروا فيه واحد لابوس لداخل. هاد لابوس اللي كتمكننا من اننا نعرفوا هذاك الكلب وديك البيتي كري راه ديالته، ماشي ديال شي كلب اخر درنا لهذاك الكلب. وحتى الخيل تما كتكون عندهم هاد لابوس كيكون فيها لي فاكسان ديالو، امتى دارهم واش مدير لي فاكسان ديالو كاملين ولا لا، كاع المعلومات اللي ممكن اللي متعلقه بهذاك الخيل. وكيكون فيها جدو كاملين. المهم من البيجي ديال لابيجي كري كيكون داكشي مقيد عندهم في السيستيم وداكشي. المهم ما عليناش، نكمل لكم الفيديو معلومات في الدار. المهم جيت حنا دخلنا للدار، غندوي لكم دابا علاش كتصلح البيتي كري، شنو الاستعمال ديالها، علاش الناس كيقول الناس بزاف الناس كيقولوا البيتي كري مضيعة الوقت. بالعكس غندوي لكم وغنعطيكم الدلائل ان البيتي كري جد مهمه في الدومين ديال الحيوانات. اول حاجه خصنا نعرفوا ان البيتي كري هي باختصار شجره العائله مديوره باش كتحمي السلاله. مثلا كلب بيتي كري ديال تولا، هذا الكلب ديال لابوتي، هاد الكلب ديال الدريساج، هذاك الكلب ديال لابوتي كيكونوا كاع الجدود ديالو والاغلبيه الجدود ديالو ديال لابوتي، كيكون الجدود ديالو ديال لابوتي. والبيديغري تساعدنا في الثمن ديال العود، ديال العود ولا الكلب. مثلا كلب جدودو كاملين ابطال كيكون الثمن ديالو غالي. كلب جدودو كاملين الكلاب ديال الدار وداكشي غيكون طبعا الثمن ديالو رخيص. وكيما قلنا لكم كتعاوننا في حمايه السلاله، مثلا بيرج المو هذا ديال كيما قلت لكم ديال لابوتي، هذا ديال الدريساج. كيورو الكاركتير الفيزيك ديال الفيزيك ديال لابوتي، فيزيك ديال الدريساج، عقليه ديال عقليه ديال الدريساج، عقليه ديال المهم فهمتوني اش بغيت نعني لكم. حتى الخيل بحال هكاك، مثلا الخيل العربي، راه كاين خيل عربي كاين فيه ثلاث انواع، كاين ديال لابوتي اللي لا علاقه ليه بديل ديال الكورس الا شفنا، اللي ما عرفش يقول داير بيغ سون اغاب، ماشي بيغ بيغسون غا ماشي بيغ، ولا بيغسون غا بيغ اللي حيت كعرفها ديال لابورتي، ولا كعرفها ديال الكورس، ولا ديال قفز الحواجز، فهمتي؟ حتى البيرجي كما قلت لكم، ولا كاع الماركات، المالينوا، بزاف الماركات عندهم البيجي كري ديالهم. كتساعدنا باش اننا نعرفوا السلاله كيفاش، وكتحمينا من اننا ماشي باش ناكوبليو بيرجي المون وبيرجي المون ويعطيونا مالينوا. راه يمكن الا كان جد البيرجي، واحد جد البيرجي كان مالينوا، راه حفيدو يقدر يخرج مالينوا بحالو، بحال حمل واحد كيتزوج بيض وبيض وكيخرج ولدهم كحال، حيتاش واحد جدهم كان كحال ولا بحال داكشي سمار ولا. المهم فهمتوني، المهم شنو انا كل الفكره ديالتي وصلت ان البيديغري دار سيرف تحمي السلاله من مش ما يخرج شي حاجه في شكل، باش تبقى السلاله نقيه جدا. الكلاب ديال لابوتي يصلحوا لابوتي، كلاب ديال الدريساج يصلحوا الدريساج، كلاب ديال الخيول ديال السباق يبقوا ديال السباق، حيت ان جدودهم كاملين ديال السباق وراس ديال السباق، راه ما غيدارش لابوتي ديال لابوتي ما غيدارش السباق. المهم هادشي مفهوم. المهم فيديو ما نتمنى انكم ما طولتش عليكم، تابوناو وديروا جيم. تشيس.